السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي دينا عبد الله عبد الرحمن، شعبة آثار، طالبة في الدبلوم العام في التربية عن بعد. أحب في البداية أشكر دكتورة فاطمة الزهراء سالم، أستاذة في أصول تربية في كلية التربية جامعة عين شمس، على مساعدتها ليا، على تعاونها معايا، على احتوائها ليا. مش أول فيديو أبعته، بعت فيديو قبل كده وبدأت توجهني وتقول الأخطاء بتاعتي وأعمل إيه وما أعملش إيه، واستحملتني بصراحة كتير. ألف شكر لدكتورة لحضرتك. دعتني الأستاذة الفاضلة دكتورة فاطمة الزهراء، كان معتاد إن احنا نفكر خارج الصندوق وإن احنا نعمل عمل جديد ومختلف ومثمر، فدعتني إن أنا أنضم إلى سلسلة قراءة كتابا بهدف استغلال التواصل الاجتماعي واستغلال التكنولوجيا واستغلال المعلومات في إن احنا نفيد ونستفيد، إن احنا نقرأ الكتب ونفيد بعض وإن احنا نتواصل مع بعض، بس نتواصل بهدف الإفادة، بهدف المعرفة، بهدف النفع. ما نتواصلش مع بعض وخلاص، إن احنا نحول التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها ان هي تضيف لنا وان هي تزودنا. جزاك الله عنا كل خير يا دكتوره. النهارده انا هعرض كتاب اسمه شفرة بلال. الكتاب دوت نوعه روايه او قصه او حدوته. الكتاب اسمه شفرة بلال، للكاتب او للمؤلف احمد خيري العمري. دكتور احمد خيري العمري هو طبيب اسنان. دكتور احمد خيري العمري مهتم بالكتابات التاريخيه، مهتم بكتابات اسمه أحمد خير العمري، مهتم بالكتابات التاريخية. ولكن المفيد أو المختلف في دكتور أحمد أو في المؤلف بتاعنا إن هو بيهتم بالكتابات من الناحية الإنسانية، إن هو مش بينقل لنا تاريخ السير، لأ ده بينقل لنا شخصياتهم، بينقل لنا حياتهم الإنسانية، بينقل لنا إحساسهم، بينقل لنا تفاعلهم، بينقل لنا إحساسهم الداخلي، بينقل لنا هم كبني آدمين كإنسان. ليه العديد من المؤلفات، ليه العديد من الروايات، ليه العديد من الكتب، تقريبا يزيد عن 16 مؤلف او 16 كتاب ورواية، من اهمهم البوصلة القرآنية. والكتاب او بتاعنا النهارده او الرواية تحولت الى فيلم. الفيلم دوت نال الاعجاب مش في العالم العربي بس ولكن في العالم اجمع. الكتاب بتاعنا تصنيفه هو رواية أو قصة، عدد صفحاته 203، عدد صفحاته أسفة 396، 396 صفحة، تاريخ إصداره عام 2016. الكتاب بتاعنا إيه هو هدفه؟ الحقيقة بيتناول أهداف كتير أو بيتناول قضايا كتير. أول قضية وأهم قضية بيتناول أو بيتكلم على مشكلة التنمر اللي بتعاني منها الأطفال في المدارس بتاعتنا. التنمر قد إيه إحنا ممكن الناس تشوفها مشكلة بسيطة أو مشكلة هتعدي بمرور الوقت وخلاص، مشكلة بسيطة تافهة بيتعرض ليها أطفال كتير. لا، بدأ الكتاب دوت يتكلم على الطفل بتاعنا اللي اسمه بلال، قد إيه المشكلة دي كانت بتتعبه وبتعذبه، قد إيه عملت له أزمة نفسية، قد إيه وصلته إنه بقى يتمنى إن هو يموت ويطلب من ربنا إنه يموت، إنه مش عايز يعيش. إن هي كانت بيتكلم الطفل عن نفسه بيقول ان انا مش عايش، انا في حكم الميت بسبب المشكله دي. بجد هي مشكله كبيره. وازاي الكتاب بتاعنا بدا يعرض ازاي الطفل بتاعنا اتخلص من المشكله دي وعالجها. بيتكلم عن ايه كمان الكتاب دوت؟ عن العمل وعن قيمه العمل، وبيقول ان كل واحد فينا عايش في حياته او ماشي طريقه وشايل صخره. الصخرة دي هي العمل وهي الشغل وهي المعاناة وهي الحمل اللي كل واحد فينا شايله. بس اللي لازم نتعلمه من الكتاب هو كل واحد فينا فعلا شايل صخرة وشايل حمل. كل واحد فيه في ايده ان هو يخلي الصخرة والحمل والمعاناة اللي هو شايلها مفيدة او مش مفيدة. لكل واحد فينا لازم يشوف العمل بتاعه، يبحث جوه العمل بتاعه ايه الهدف منه، ايه الغاية منه. لو كانت هدف حاجة مفيدة حاجة نافعة يبقى هو في طريقه الصحيح. لو كان هو بيشتغل وبيعمل وبيتعب بس بدون هدف، بدون غاية، بدون أي حاجة، مش عايز يوصل لأي حاجة، يبقى العمل ده ملوش أي لازمة. لازم يعيد وجهة نظره فيه تاني. ايه كمان الكتاب بيقف عنده حاجة مهمة قوي، هي القدوة. أهمية القدوة في حياة أطفالنا، مش في الأطفال بس، في حياة الكبار. قد إيه إن الواحد لما بياخد قدوة في حياته ممكن حياته كلها تتغير للأفضل وللأحسن، وإن هو يطور من نفسه، وإن القدوة دي تبقى قدامه وتبقى هي الشفرة اللي تخليه ينجح في حياته، أو تبقى هي الشفرة لنجاحه في الحياة. ده سريعا أهداف الكتاب أو الكتاب كان بيتكلم على إيه. الكتاب بتاعي النهاردة أو الرواية بتاعتي بتتكلم، هي مش فصول،
لا هي عبارة عن رسائل، مجموعة من الرسائل، مجموعة من المحادثات اللي بين الشخصيات على الإنترنت. من خلال هذه الرسائل بتبدأ إن هي توصل لنا المعاني والأهداف بتاعة الكتاب. الكتاب بتاعي بيتكلم على مجموعة من الشخصيات، 4 شخصيات بالظبط. أول شخصية هنتكلم معاها النهاردة هي شخصية الطفل بلال. هو طفل عنده 13 سنة، من أصل عربي، عايش في أمريكا في نيويورك مع والدته. ما شافش والده خالص في حياته. كل اللي بيذكره عن والده إن هو سبب التسمية، إن والده هو اللي سماه بلال. ما يعرفش مين هو بلال، ما يعرفش هو ليه اسمه بلال. الولد دوت بيبدأ إن هو يتكلم عن نفسه ويحكي عن نفسه ويقول أنا كنت بعاني في المدرسة بتاعتي من أول يوم دخلت في المدرسة لمشكلة، لقضية اسمها التنمر. قد ايه ان هو كان عايش حياة حزينة، كان عايش في مأساة، كان عايش حياة الموت زي ما هو بيقول، ما كانش عايش اصلا. زي ان اصحابه من اول يوم لقوا في اسمه الغريب اللي هو بلال، اسم مش معتاد في امريكا، لقوا في شكله التخين شوية، لقوا في لونه الاسمر، لقوا في اصله العربي، لقوا ان كل دوت سبب او مادة ان هم يسخروا منه ويتنمروا عليه من اللحظة الاولى ليه في المدرسة، وقد ايه كان عامل له مشكله نفسيه كبيره. زادت المشكله دي لما في يوم من الايام تعب واكتشف ان عنده مرض السرطان في المخ، والمرض في حاله ميؤوس منها، وان هو ايامه في الدنيا مش طويله. بدا الطفل دوت تخيل شعوره وهو بيتكلم وبيقول انا جيت للدنيا عشان اعاني وبعديها اموت. بدا ان هو يفرح بالموت لانه هيخلصه من كل الازمات اللي هو فيها. كان بيتكلم ان معاناته ان الم السرطان اقل بكتير قوي من الم احباطه في المدرسه من مشكله التنمر اللي بيعاني منها. الولد دوت عايش مع والدته في نيويورك. الشخصيه الثانيه اللي عندنا وهي لاتيشا، ام الولد دوت، وهي مسيحيه. لاتيشا برضو من الشخصيات العظيمة اللي لازم نتعلم منها واللي المفروض تضوى في حياتنا واللي بتمثل شخصيات كتيرة قوي فينا في حياتنا. لاتيشا بتتكلم ان هي من اصل عربي برضو، حبت والد بلال في كانت بتدرس في الجامعة، فالحب دوت خلاها تسيب التعليم وتتجوزه. التعليم ده الحب ده أثر عليها بالسلب، خلاها ما تكملش تعليمها. بعد كده لما جابت ولد اللي هو بلال اللي كانت بتسميه نور والأمل اللي ربنا بعته لها، والانتصار أو الشفرة اللي ربنا بعته لها عشان تنجح في حياتها، سابها الأب وتخلى عنها. بدأت إن هي تقول لأ أنا هبقى الأم، أنا هبقى الأب، أنا هقوم. بدأت بتكلمنا عن القوة، عن الانتصار، عن الهدف، عن الصخرة اللي هي شايلاها لازم تبقى مفيدة، العمل اللي هي بتعمله لازم يبقى مفيد. بدأت تاخد قرض من البنك، بدأت تكمل تعليمها، بدأت تبقى معلمة، أصبحت معلمة لغة إنجليزية في إحدى المدارس، وصلت إلى مكانة عالية جدا، إن هي ما استسلمتش، إن هي ما ضعفتش. دي تاني شخصية. أصعب حاجة وبتكلمنا عنها لاتيشا وبتحكي لحظة معرفة إن ابنها مصاب بالسرطان، كانت دي أصعب لحظة مرت عليها، بس لقوة تحملها، بس لقوتها، بس لإرادتها، بدأت تتعامل مع الموقف، بدأت إن هي ما تخلوش يقضي عليها، بدأت إن هي تبقى قوية، بدأت تقول الحمد لله أنا ربنا إداني فرصة إن أنا أعرف إن ابني مش هيبقى موجود معايا عشان ألحق أشبع منه. بدأت تبص للناحية من الجانب الإيجابي، بدأت تقول إن العديد من الأمهات ممكن تفقد ولادها وهم رايحين الصبح المدرسة عن طريق حادثة، تفقده فجأة من غير أي مقدمات. أنا ربنا مديني فرصة إن أنا أقعد مع ابني، إن أنا أحاول أعوض ابني. فبدأت تبص للموقف الصعب ده من ناحية إيجابية، من ناحية جميلة. ودي بصراحة بيدل على قدوتها وعلى حكمتها وعلى قوتها. الشخصية الثالثة معانا النهاردة وهو مخرج اسمه أمجد الحلواني، هو مخرج وسيناريو، وهنشوف ايه هي دوره في القصة. الشخصية الرابعة هو سيدنا بلال مؤذن الرسول. والجميل والمفيد والغريب والجديد في الرواية دي ان بدأ المؤلف بتاعنا يتكلم على سيدنا بلال وكأنه ضيف، زي ما بيسميه ان هو ضيف جالنا من 1500 سنة عشان يبقى شخصية من الشخصيات اللي معانا، وعشان يكلمنا عن نفسه، وعشان نخش جوه نفسه كإنسان، وعشان نعرف كل حاجة عن سيدنا بلال الإنسان، مش سيدنا بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. كأن هو اللي بيتكلم عن نفسه.
دي شخصيات الكتاب بشكل سريع. هنبدأ دلوقتي نتكلم على الحدوتة بتاعت الكتاب. ايه هي حدوتة الكتاب؟ الحدوتة دي بتبدأ في يوم الطفل اللي اسمه بلال كان ماشي في الشارع، لقى فيه اعلانات عن فيلم هينزل وهيتعرض في السينما بيتجهز له. الفيلم دوت بيتكلم على قصة بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بدأ يعرف ان انا اسمي بلال على اسم حد. طب هو مين بلال اللي انا اتسميت عنه ده؟ مين بيقول ان انا اتسميت على اسمه؟ فبدا ان هو يبعت رساله كده على الانترنت الى مخرج الفيلم دوت، ويبدا يكلمه عن نفسه ويقول له انا اسمي بلال، انا عندي 13 سنه، انا مصاب بمرض السرطان، الفيلم لما ينزل انا مش هشوفه. فبدا يطلب منه ان هو يبعت له السيناريو بتاع الفيلم عشان عايز يعرف مين هو سيدنا بلال، ونفسه يتخيل الفيلم قبل ما يموت، ودي امنيه طفل في طريقه للموت. طبعا المخرج بدأ ان هو يتأثر بكلام الطفل ده جدا، بدأ يلاحظ قد ايه ان هو اسلوبه جميل وشيق، فبدأ ان هو يبعت له فعلا بعض من المشاهد لسيدنا بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبدأ المشهد الأول وسيدنا بلال، وبدأ يصوره وكأن هو بيتكلم معانا، أكنه عايش في نيويورك، أكنه دي من مكة من 1500 سنة وعايش في نيويورك وضيف في بيت بلال الطفل بتاعنا. بدأ سيدنا بلال يتكلم على نفسه ويقول أنا اتولدت لأكون عبد، أمه كانت عبد، أمه كانت من العبيد، هي السيدة حمامة، هو اسمه بلال ابن حمامة أو بلال ابن رباح. سيدنا بلال اتولد كان أسمر اللون، اتولد ليخدم سيده اللي هو أمية بن خلف، كان بيعاني برضه سيدنا بلال، وبيتكلم وكأن هو اللي بيحكي بقى سيدنا بلال ان انا بعاني برضه من التنمر، بعاني من السخريه. سيدنا بلال ربنا اداله موهبه جميله وهي الصوت الحسن، ازاي ان هم زمان في عصر الجاهليه كان الصوت الحلو دوت يخص النساء بس، ازاي كانوا بيعايروه ان راجل وصوته حلو وهو حاجه ملوش اي يد فيها، بيعايروه عشان لونه الاسمر وهو بحاجه برضه ملوش يد فيها. بدا يتكلم ان هو قد ايه كان عايش برضه في معاناه وفي سخريه وفي ذل وفي اضطهاد، بس ده كان الطبيعي بالنسبه للعبيد في الوقت دوت. لغايه لما بيتكلم سيدنا بلال وكاني ظهرت له، جات له حاجه، جات له هديه، جات له المنقذ وهو النبي عليه افضل الصلاه والسلام سيدنا محمد. وبدا الدين الجديد يظهر، وبدا الرساله الاسلاميه، بدأ سيدنا محمد يدعو الناس إلى الإسلام. فسيدنا بلال أسلم فورا، أسلم على طول. وبدأ سيدنا بلال يتكلم على فترة تعذيبه، إن هو من أول ما أسلم إزاي إن أسياد قريش وسيده اللي هو أمية بن خلف إزاي كان بيتفنن إزاي يعذبه عشان يخرجه من الدين ده. بس بدأ سيدنا بلال يتكلمنا على نفسه وعلى جواه وعلى إحساسه، بدأ يوصف لنا سيدنا بلال إن هو رغم كل التعذيب ورغم كل المأساة اللي هو عايش فيها كان حاسس إن هو منتصر، كان حاسس إن هو سعيد. بدأ يتكلم ويقول إن أنا بعاني فعلا، بس أنا بعاني بهدف، أنا بتعب بهدف، أنا بتعب عشان غاية، الغاية دي إن أنا مؤمن إن أنا هنتصر، إن الإيمان بتاعي هو اللي هيقوى، مش هيقدروا إن هم يخرجوني من الدين بتاعي، مش هيقدروا إن هم ينتصروا عليا. بدأ سيدنا بلال يتكلم وهو في حالة الضعف دي هو القوي، وأسياد قريش مش قادرين يتغلبوا عليه وطلعوه من الإسلام. وبدأ بلال الطفل بتاعنا يتعلم من المشهد ده ان مش هو بس اللي بيتعب، مش هو بس اللي بيعاني، قد ايه ان في توافق وقد ايه ان في تشابه ما بينه وبين قصة سيدنا بلال مؤذن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا كمان لازم انتصر، انا كمان لازم اعاني بهدف. بدأ الطفل بتاعنا يقول انا كمان طالما انا كمان بتعب، طالما انا كمان بعاني، انا هحول المعاناة بتاعتي، هحول التعب بتاعي لهدف ولغاية تفيدني وتفيد غيري. فبدأ نظرته للحياة كلها تتغير، بدأ يقول أنا هتعب، كلنا بنتعب، بس لازم التعب بتاعي، لازم الحياة اللي أنا عايشها يبقى ليها هدف ويبقى ليها رسالة. فبدأ كل نظرته للحياة تتغير بفضل المعلم بتاعه اللي هو سيدنا بلال مؤذن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بدأ الولد دوت من اللحظة دي حياته كلها تتغير، بدأ يبص للأمور بشكل مختلف، بدأ يخش جواه الأمل والإرادة، بدأ يقول أنا كمان مش هخليهم يهزموني زي ما هزموا سيدنا بلال أسياد قريش، أنا كمان مش هخلي زمايلي يهزموني، أنا كمان مش هخلي المرض يهزمني. ويبدأ تنشأ صداقة ما بين الطفل بلال وما بين المخرج، وبدأ يقول له بعض من الآراء بتاعته، بدأ يقول له إيه هو رأيه في سيدنا بلال، بدأ إن هو يتكلم وبدأ إن هو يطلع من حالة الحزن اللي هو كان عايش فيها.
بدأ إن هو يروح المدرسة بتاعته مرة تانية، بدأ يكلم زمايله عن سيدنا بلال وعن اسمه وعن الشرف العظيم إن هو اسمه بلال، إن هو كمان هينتصر. بدأ يتكلم وبدأ يبقى فخور، بدأ يغير حياته وبدأ يبص للأمور بنظرة سعادة. وتتوالى الأحداث إن الولد دوت يبدأ يقول أنا كمان عايزة أعرف سيدنا بلال هيقول لي إيه النهاردة؟ إيه الرسالة اللي هيقولها لي سيدنا بلال؟ ويبدأ يبعت لأمجد مخرج الفيلم ويقول له ابعت لي مشاهد تانية عن سيدنا بلال، ويبدأ يظهر سيدنا بلال مرة تانية على الأحداث، ويبدأ يتكلم سيدنا بلال على مشهد الانتصار، على لحظة الانتصار. بعد لما فضل في التعذيب لقى سيدنا أبو بكر الصديق وقدر فعلا إن هو يحرره من التعذيب دوت، وان هو يشتريه او ان هو ياخده من العبد من سيده اللي هو اميه بن خلف. وبدا سيدنا بلال فعلا ينتصر ويحقق النصر بتاعه ويفضل على دينه، وما يقدروش عليه، ما يقدروش يطلعوه بارادته بارادته القويه وبايمانه الشديد. بعد كده هيروح سيدنا بلال الى المدينه المنوره لما يامره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وبدا سيدنا محمد يختاره ان هو اللي يؤذن لصوته زي ما كان بيقول عليه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بان صوته نبي. فبدا يقول ان ده انتصار من ربنا، ان الصوت اللي كان سبب في سخريه مني والسبب في تعذيبي والسبب في ذلي هو هيبقى نفس الصوت في سبب في تشريفي، ان انا الوحيد اللي سيدنا محمد اختارني عشان العب الدور ده، عشان اقوم بالدور ده، ان كل انسان عنده موهبه، اني انا كمان هستخدم موهبتي فيما يفيد الناس، في تجميع الناس للصلاه في اليوم 5 مرات. وبدا يحس بالتشريف ان هو العبد الاسود الذليل بدا يبقى ليه مكانه وليه دور في الاسلام، انه بقى الاسلام ما بقاش يعامله ان هو العبد الذليل، لا ده بقى يعامله ان هو واحد من واحد انسان زي اي انسان بيحكموا عليه بيه هو نفسه مش بأصله. وبدأت اللي يقرأ الكلام دوت الأم، وبدأت تدخل الأم وبدأت تشوف أبعاد المشهد ده، وإزاي تعلم ابنها من المشهد ده، وإزاي هي كمان تتعلم، وإزاي إن الموهبة تقدر تخلق الإنسان، تقدر تساعده يعمل عمل عظيم. هتيجي الأم فعلا وتتكلم مع الطفل بلال وهتبدأ تقول له أنت كمان عندك موهبة، ليه ما تستغلش موهبتك؟ عنده موهبة جميلة في الكتابة. وهيبدأ فعلا تقول للولد دوت انت لازم تتعلم من مؤذن الرسول، لازم تتعلم من سيدنا بلال ان انت تستغل الموهبة بتاعتك، وهيبدأ فعلا يستغل موهبته. وهتبدأ الجزء الثاني من الرواية ان الولد دوت ازاي يستغل الموهبة بتاعته وهي حبه في الكتابة، ازاي ان هو يسيب عمل، ازاي يبقى ليه دور، ازاي يبقى ليه بصمة في الحياة، ازاي ان هو يحاول يعمل حاجة، ازاي يبقى ليه هدف، ازاي يبقى ليه رسالة، انه ما يعيش وخلاص، انه لازم يعمل حاجة. وفعلا بدأ الطفل اللي عنده 13 سنة تبدأ أمه تقترح عليه إن هو يعمل لنفسه صفحة على الإنترنت ويبدأ يكتب فيها بعض من الرسايل لأي حد يخطر على باله، بعض من الكتابات لعل وعسى تتجمع في كتاب، لعل وعسى الناس تقراها فتتعلم منها. وهيبدأ الولد دوت فعلا يعمل كده، ويبدأ ان هو يعمل مدونة ويسميها شفرة بلال، ويبدأ في المدونة دي يكتب مجموعة من الرسائل اللي بيوجهها لأي حد يجي على باله. قد ايه كانت رسالة جميلة ومؤثرة. أول رسالة بدأ يتكلم ويكتب عنها كانت رسالة لوالده، بجد اي حد هيقرا الرساله دي هيعيط قد ايه كانت فعلا مؤثره، وقد ايه المؤلف فعلا قدر يعيشنا جوه الطفل دوت او يعيش الطفل ده جوانا. انه بدا يتكلم مع ابوه ويقول له انا نفسي اسالك سؤال، انت ليه سبتني؟ يا ترى انت سبتني علشان انا وانا صغير كنت بصرخ فانت ما استحملتش فزعلت مني عشان انا بصرخ وبعيط؟ طب اشمعنى انت الاب اللي سابني؟ ما كل الابهات بتسمع صراخ ولادها بس مش بتسيبهم. قد ايه كانت جميله وقد ايه كانت بجد مؤثره الرساله اللي هو بعتها دي، قد ايه اثرت في امه، قد ايه اثرت في المخرج، قد ايه اثرت في اي حد كان بيقراها. بعد كده بدات تتوالى الاحداث ويبدا يكتب مجموعه من الرسائل، رساله للسرطان ويبدا يقول له عزيز السرطان انت في الاول كنت جاي عشان تقضي عليا، بس انت دلوقتي لا، انا اتعلمت من سيدنا بلال المؤذن الرسول ان انا اللي هقضي عليك، كده كده احنا عايشين عشان نعاني، ده مجرد ابتلاء من ربنا، انا هنتصر عليك، انت مش تقدر تنتصر عليا، حتى لو انا مت مش كده هتبقى انتصرت عليا، لا انا هسيب لي عمل وهسيب المؤلف بتاعي وهسيب المدونه بتاعتي، انا هفضل عايش زي ما سيدنا بلال هو مش معانا دلوقتي بس هو قد ايه موجود معانا بسيرته، موجود معانا بكتاباته، موجود معانا بصوته الجميل، موجود معانا بعمله، انا كمان هسيب لي نفسي عمل عشان افضل موجود.
بجد رسالة رائعة. بعد كده بدأ يكتب رسالة لأمه، وكانت رسالة جميلة وبتلمس القلب فعلا. بدأ يقول لها أنا متأسف إن أنا سببت لك الحزن ده، أنا متأسف بس أنا مش زعلان، أنا عايزة تبقي فخورة بيا. زي أي طفل كان بيقعد يقول لوالدته ما تبصينيش قدام الناس، ما تحضنينيش قدام الناس، أنا كبرت أنا بقيت راجل. بدأ يقول لها بصيني واحضنيني ما تزعليش أنا كويس، وبدأ يخفف عن أمه. وهو يعني بجد بعد ما كان هو عايش إنه خلاص الطفل الميت، بدأ يقول للناس في المدونة دي هي مدونة حياة، أنا هعيش على طول، إن الكتابات دي هتخليني عايش، أنا مش هموت، هي رحلة حياة مش رحلة موت. بدأ يتكلم على المخرج ويشكره وقد إيه هو لعب دور في حياته. بدأ يبعت رسالة لربنا ويقوله فيها أنا متشكر إن أنت استجبت لدعائي. بدأ يشكره على كل حاجة، بدأ يقول لربنا إن أنا حسيت إن الفيلم اللي اتعمل دوت وهو قصة سيدنا بلال جات لي أنا، دي رسالة من ربنا ليا. بجد مجموعة من الرسائل المؤثرة. كانت آخر رسالة وهي إلى بلال مؤذن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبدأ يقول له أنت عشت معايا وأنا عشت معاك، أنت أنا استضفتك في بيتي، أنت حسيت بيا، أنت عشت معايا وأنا بتعذب وسط زمايله وأنا بتعذب من المرض، وأنا كمان عشت معاك وأنت بتتعذب من 1500 سنة في مكة، وأنت الصخرة بيعذبوك بيها وبيسحلوك في مكة وبيمنعوا عنك الطعام والشراب، أنا كنت معاك. وبدأ إن هو يشكره وبدأ يقول له أنا واحد أنت أثرت فيا، أنا واحد أنت أبويا، أنا واحد أنت قدوتي. وبدأ يتكلم على أهمية وجوده في حياته، إن هو حول حياته. بعد كده بدأت الرسائل دي تنزل على النت، بدأ أمجد اللي هو المخرج ان هو شيرها في كل مكان، بدأت الناس تقراها، بدأت فعلا تتعاطف معاها، بدأ كل الناس بتتكلم عن الطفل بلال، عن الطفل اللي ذاهب للحياة وليس ذاهب للموت. بدأ كل الناس تتعلم منه وتتأثر بيه، بدأ الولد دوت يبقى فعلا مشهور هو ووالدته، بدأ الولد دوت تبقى قصته معروفة، بدأ فعلا الناس كلها وتجيب مشاهدات، وبدأ ان هو يبقى ليه عمل مهم وعمل مؤثر. بدأ كل وسائل الاعلام تتمنى تسجل معاه ومع والدته ومع قصتهم. بدأ فعلا ان هو يبقى مؤثر وان هو يبقى مفيد. قد ايه الطفل دوت اتحولت حياته كلها، اتحولت كل مشاكله، بدأ يواجه التنمر، بدأ يتكلم عن سيدنا بلال، بدأ كل اللي حواليه يبصوا له ان هو الطفل البطل وليس الطفل المذموم الطفل الأسود. لا، بدأ كل نظرة الناس ليه، بدأ ينتصر فعلا على المرض ويبقى سعيد، المرض ما هزمهوش، بدأ ينتصر على زمايله في المدرسة ويبقى هو الأفضل وهو المتميز، وبقى كله يسعى عشان يقرب منه. حقيقي بجد رغم انه عنده 13 سنة علمنا كلنا، علم أمه وعلم المخرج وعلم كل الناس. بدأ يتكلم على بجد أهمية ان الواحد لازم يحط الابن قدوة في حياته، مش شرط الابن بس، لازم كل واحد فينا يقول انا عايز هعمل ايه. اخر حاجة البطل بيتكلم على مشهد اخير وهو بيربط ما بين صخرتين، بين روايتين، في صخرة اسمها صخرة سيزيف وصخرة بلال. صخرة سيزيف دي قصة اسطورية ان الالهة حكموا على واحد اسمه سيزيف ان هو كل يوم يشيل مجموعة من الصخور ويطلع بيها لأعلى الجبل، تقع منه الصخور ويشيلها مرة تانية ويطلع لأعلى الجبل وتقع منه الصخور. وبدأ والصخرة التانية هي صخرة سيدنا بلال، في أثناء تعذيبه كانوا بيدوبوه وينيموه على الرملة ويحطوا على صدره صخرة كبيرة قوي لغاية ما نفسه هيطلع. بدأ يفرق ويقارن ما بين الصخرتين دول، بدأ يقول الصخرة الأولى هي المعاناة اللي الإنسان بيعانيها، بس في ناس بتعاني بدون هدف بدون معنى بدون رسالة، ودي كانت حياة بلال في الفترة الأولى، فترة ال 13 سنة. الصخرة التانية وهي صخرة سيدنا بلال وهي برضو في معاناة، بلال مخفش من المرض، بلال فضل يعاني من المرض بس بيعاني بهدف وبحبه وبتفاؤل، وإن هو بيعمل عمله وإن هو مفيد لنفسه ومفيد للحواليه، هو فعلا بشيل صخرة بس صخرة مفيدة وهي صخرة سيدنا بلال. صخرة إرادة، صخرة نصر، صخرة عزيمة، صخرة قوة. فكل واحد فينا لازم يختار لنفسه هو هيبقى إيه، هو شايل صخرة سيزيف ولا شايل صخرة بلال. ودي بجد يمكن أعظم حاجة في القصة دي أو في الرواية دي، إن كل واحد فينا لازم يقف مع نفسه ويقول أنا شايل أنا صخرة في الصخرتين دول.
دي القصة أو دي الحدوتة بتاعتي بشكل سريع. أتمنى إن أبقى وصلت بعض المعاني البسيطة اللي في القصة دي. بجد قصة جميلة وحدوتة جميلة. بجد بجد قدر كل واحد في القصة دي إن هو يعيشنا معاها. قدر المخرج وقدر الراوي وقدر المؤلف ان هو يربط ما بين الماضي والحاضر، يربط ما بين سيدنا بلال وان هو اللي بيتكلم معانا وبيحكي عن نفسه وقد ايه هو عايش حياة وقد ايه كان بيعاني، بس في فرق بين ان هو بيعاني بهدف وبيعاني بدون هدف. قصة جميلة بجد، اتمنى كل واحد ان هو يقراها وانه يقف عندها. والف شكر لحضرتك يا دكتورة مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.